السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجة مهمة للـ MEB ألا وهو جدول اللوك أب تيبل. بمعنى إيه؟ معنى إن أنا عندي الفيتنج ديت زي ما أنت شايف أكبر من الماسورة، مينفعش تبقى في حجم الماسورة، ففي جدول بيحدد لي تبقى بحجم قد إيه، يعني أكبر الماسورات دي مثلا بقد إيه، القطر الداخلي والخارجي للفيتنج. طبعا عندي الفيتنج أنواع، في عندي مثلا ده مثلا كوع إلبو، في حاجة تانية تبقى تي، في حاجة تبقى واي وهكذا. فهو بيبدأ يديني الأرقام اللي المفروض نشتغل عليها. أنا حددت الفاملة ديت، الفاملة في هنا جدول اسمه لوك أب تيبل، ده بيبقى جزء من المشروع. لوك أب تيبل نيم بيديله الاسم، يعني هو يروح لأني جدول من الجداول الموجودة في المشروع. طيب ألاقي اللوك أب تيبل ده فين؟ لو فتحت السي هتدخل على بروجرام داتا، هتدخل على اوتو ديسك، هتدخل على اصدار الريفت اللي انت عايز تتكلم عليه، وليكن مثلا ريفت 2020، هتلاقي لوك اب تيبل، هتلاقي حاجات خاصة بالبايب وحاجات خاصة بالكونديت اهوت. تعال نفتح مثلا جدول من الجداول. هنا بتلاقي الخانة أو الخانة ديت، ده المقاسات اللي موجودة اهوت، قطرها بوصة، 2 بوصة، 3 بوصة، 4 بوصة وهكذا. وهنا هتلاقي ال ان دي بيبقى اسم الخانة، وبعد كده ده هيتكلم مثلا عن اللينس، وبعد كده دي وحدة القياس اللي موجودة، ده هنا اسم البرامتر وهكذا. يعني هو بيقسمها لـ3 حتت وبينهم الهاش دوت. اول حاجه اسم البرامتر، وبعد كده نوع البرامتر دوت، هل هو مثلا لينس او انجل او كده، وبعد كده وحده القياس، هنا مثلا ديجري، هنا انش، هنا البرامتر اسمه CED، نوعه لينس، وحده القياس الانش وهكذا. ممكن يكون انت مثلا عندك حاجه خاصه مثلا بالستيل، جدول معين، تقدر تدخل هنا وتبدا تحدد الارقام، تدخلها مانوال او تعدل فيها. على سبيل المثال مثلا عايز تزود مثلا رقم 8 هنا، فهتبدأ تشوف في الجدول هو مثلا 8 هنا، وبعد كده مثلا الزاوية المفروض هتبقى كام وهكذا. تبدأ تكتب نفس الأرقام اللي هتاخدها من الجداول. والأفضل إن أنت تدخل على موقع الشركة، هتلاقيها منزلها لك الفاميلي معاها اللوك أب تيبل، فتبدأ تدخله. وهنا في قلب الريفت بنبدأ نربط البارامتر دوت بالمعادلات هيت. وهنا مانج لوك اب تيبل، تقدر تحمل اللوك اب تيبل اللي موجود معاك، بحيث انت لو خدت مشروع على جهاز تاني ما عندوش اللوك اب تيبل ما يبقاش محتاج، يبقى هو خد الارقام من هنا جاهزه. طبعا البارت تايب بيحدد لي ده كروس ولا ايلبو ولا تي ولا يونيون ولا يوزر.